الأردن كان عليه تأثير، قال الأردن إنه تأثير طفيف. آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية تضعنا في تأثيرات هذا العطل التقني العالمي حتى الساعة. أهلا بك آية. إذن ما الجديد لديك حول التأثيرات التي أصابت الأردن وخصوصا قطاع المال؟ نعم رعد، بعد التحية، يعني هناك بعض البيانات أو بعض الأخبار التي صدرت عن رئيس الأمن الوطني السبراني، والذي ذكر بأن الشركات والمؤسسات التي تعرضت للخلل هي تابعة لنظام كراود سترايك الذي تم الحديث عنه مسبقا بأنه سبب الخلل الحاصل في العالم. بالتالي هناك مطالبات من الأمن السبراني لأي مؤسسات تعمل على هذا النظام التواصل مع الأمن السبراني من أجل يعني إخلال هذا العطل أو العلم ما هي مسببات هذا العطل دون القيام بأي شيء تقني لحين يعني أن يكون هناك انتهاء من هذه المعالجة في العطل الحالي الذي يحدث في العالم. من ناحية أخرى، هيئة الطيران المدني أعلنت بأن شركات الطيران تعرضت بعض الشيء لبعض الخلل في الحجوزات، ولكن حركة الطيران في الأردن لم يطرأ عليها أي تغيير، لا يوجد أي مشاكل في المطارات الأردنية، وبالأخص طبعا المطار الأساسي مطار عمان الدولي. أيضا يعني من ناحية أخرى، كما ذكر وزير يعني الاقتصاد الرقمي بأنه حتى اللحظة لم يتم إحصاء عدد الشركات والمؤسسات التي تضررت، ولكن من هذا التصريح يتبين بأنه فعلا هناك مؤسسات وشركات تضررت ولكن بشكل طفيف، سيتم الإحصاء بعد ذلك بعد أن يتم معالجة هذا الخلل. من ناحية أخرى، البنك المركزي يعني ذكر رئيس البنك المركزي بأنه يتم المتابعة حاليا مع يعني في الوضع العالمي حاليا وما يحدث، ولكن لا يوجد أي تغييرات أو أي خلل حدث في البنوك الأردنية أو في حركة الطيران. هناك متابعة عن كثب طبعا من الجهات المختصة. وزير الاقتصاد الرقمي طالب بأن يكون هناك متابعة مع كافة الشركات وأيضا التواصل مع الجهات الرسمية في حال كان هناك عطل. بعض الشركات المالية تعرضت لعطل تقني ولكن كان بسيط ولم يكن هناك أي تغييرات جذرية، ولكن بعد ذلك يعني ذكرت وزارة الاتصال بأنه تم معالجة هذا العطل. حتى اللحظة لم يتبين وجود أي تغييرات أو يعني أمور تطرأ على الوضع التكنولوجي أو التقني في الشركات الأردنية أو المؤسسات، ولكن بشكل عام يعني حركة الطيران لا يوجد بها أي تغييرات حتى اللحظة. وفي هذا السياق طبعا مجموعة المطار ذكرت بأنه في حال سيكون هناك أي تغييرات في الرحلات سيكون هناك بيانات ستنشر يعني المسافرين، وأيضا طالبت المسافرين بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم إن كان هناك أي تغييرات ستحدث، ولكن حركة الطيران في المطارات الأردنية كما هي في المعتاد. نعم آية، شكرا لك على هذه التحديثات. إذن الأردن لم يتأثر ذلك التأثير الكبير، وعدم الذهاب إلى مايكروسوفت أو كراود سترايك ربما كانت هي الحل، أو هو الحل. شكرا جزيلا لك آية.